كما تعكف الحكومة أيضا في إطار مكافحة البيروقراطية السلبية والفساد على وضع إطار قانوني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، ترمي إلى تخفيض عدد الوثائق المكونة للملف وتخفيض آجال للملف المكونة للملفات وتخفيض آجال معالجتها، وإلزام الإدارات على رقمنة الإجراءات الإدارية ووضعها تحت خدمة المواطن عبر منصات وبوابات رقمية خاصة بها، ضمانا للشفافية وتحسينا لنوع الخدمات العمومية.